أهلا بكم متابعين الأعزاء في فيديو جديد على قناتكم قطرة مطر. أرغب في تجربة شيء جديد، لذا صممت هذا الفيديو. استمتعوا. أبرز أخبار الأنمي خلال الأيام الماضية. وأخيرا صدرت معلومات جديدة حول فيلم قاتل الشياطين، حيث تم الكشف عن ملصق دعائي جديد للفيلم، وهو يعتبر مكمل لأحداث الأنمي. ومن المقرر عرضه في صالات سينما اليابان ابتداء من 16 من أكتوبر القادم. أيضا تم الإعلان أن الأغنية الرئيسية للفيلم ستكون بعنوان فاير، ومن أداء المغنية الشهيرة ليسا، وهي نفسها التي قدمت لنا المقدمة الرائعة في الأنمي. يمكنكم مشاهدة العرض التشويقي على قناة بوابة الأنمي على تيليجرام، تجدون الرابط في وصف الفيديو. وفي خبر آخر، فقد تم الإعلان عن حصول سلسلة أكاديمية للأبطال على حلقة خاصة على الإنترنت، ومن المقرر عرضها بتاريخ 16 من أغسطس المقبل. وخبرنا الأخير اليوم قد يكون صادم للبعض، فقد أعلنت مجلة شونن جمب أن مانجا ون بيس تقترب من النهاية، حيث شوقت للمجلد العاشر من مجلة ون بيس القادمة في 4 سبتمبر بعبارة مقبلة نحو اتجاه القسم الأخير، من دون ذكر تفاصيل أخرى. وفي هذا الخصوص، فيجدر بالذكر أن مؤلف العمل قد صرح سابقا في مقابلة خاصة له على يوتيوب أنه يريد إنهاء القصة في غضون 5 سنوات. هذه كانت أبرز الأخبار لهذا الأسبوع. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، على أمل اللقاء في موضوع آخر. دمتم بخير.